الفين وسبعتاش كاس ابطال اوروبا في نهائي رقم 62 في دورتها 62. هذا طبعا الاسطوره يان راش لاعب الريدز ليفربول. يان راش صاحب كل الارقام القياسيه يلتقيكم في ارضي كاس اوروبا للابطال بلون اسود وابيض على جانب وجانب البيضاء ريال مدريد. لمن ستهول؟ من سيفرح بها الليلة؟ من سيرقص بها لأنغام الفجر؟ ومن سيعود بها عبر الطائرة ملكية إلى مدريد عاصمة إسبانيا أو إلى تورينو عاصمة كرة إيطاليا؟ الانطلاق بتشكيلة الفريقين، الحكم الألماني والصراع إسباني إيطالي من أجل دوري الأبطال لا جراند الشامبيونز ليج. لا يوفي باعتباره المستضيف في قرعة اليوفا. لحراسة المرمى جيجي بوفون الكابيتانو، بارزالي، كيليني، بونوتشي، ألفيش، أليكساندرو، سامي خضيرة، بيانيتش، ميرالم، ديبالا، مانزوكيتش وبيبيتا إيغواين. مانزوكيتش وبيبيتا إيغواين. استنينا شهور، استنينا أيام، استنينا بعد السيمي فاينل في الريتورنو ساعات وساعات. دقت الساعة، ساعة الانطلاق نحو نهائي كارديف. هل يظفر بها بوفون في الخواتيم أم يدعمها كريستيانو ومارسيلو والرفقاء؟ كريستيانو رونالدو النهائي الخامس للدون البرتغالي ما يفوتوا في نهايات دوري أبطال أوروبا الثلاثة ملعبية. الدون ألفريدو لستيفانو لعب سبعة فاينلز، والثنائي باولو مالديني وخينتو ديال ريال مدريد اللي لعبوا ثمانية مرات نهائي المسابقة. إذا رونالدو رابع هذا شكرا أوروبا تتكلم. رونالدو يمشي، كريستيانو جاء والكرة تمشي أوت للحارس جيجي بوفون. بارسا يرجع بالراس، ترجع كرة من الدفاع خطيرة، هي جول. مش ممكن تيلور، مش ممكن نباس، مش ممكن نباس، مش ممكن أحلى باس. الريال يعاني ويخوف ناسه واليوبي يسيطر يتسلطن. أضرب يا ميرالام، السبعين مليون إيطالي معاك، أضرب الكرة معاك، ألعب ألعب يا اليوبي. يتقدم مانزو، مانزو واحدة صاروخ مع تسوكيتش. اليوبي يباغتني ويباغت الخبراء ويباغت الجمهور. من اعتقد عن طريق ميرالام بيانيتش التوزيعة وكرة بعيدة سهلة لدفاع ريال مدريد. التاريخ رات بيديه، ترجع الكرة في الساقين، يفتك كرة خطيرة جدا، يلعب توني كروس، توني كروس والألماني يرجع على خطأ وليفاول لمواطنه ويعطي أول إنذار في الفينال على باولو ديبالا. فينش في النهايات والكرة تمشي بالبدايات. الريال خطير، رونالدو يقرب، كرة جول، كرة جول، كارفاخال، رونالدو جول، جول 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 جول. متعود دائما ضربه مدريد، ضربه كريستيانو رونالدو. أنا بقول في البدايات أنه رونالدو واخد برشا عن جيجي بوفون. هذا الدون صاروخ ماديرا، جولاتو ديل ميرينجي، زيزوش حطت لها. رونالدو في نهايات الكبرى يسجل ويا كاتب التاريخ، واصل كتابة التاريخ. كريستيانو رونالدو أول لاعب يسجل في ثلاث نهايات مختلفة في تاريخ الشامبيونز من 99. شوف الكرة كيف دارت وشوف الروس كيف داخت ودارت. اليوفي داخ، الريال يدوخ، رونالدو يضرب ويفرح، والنتيجة تعنون وتلون بلون الأبيض في زي الاحتياط. اليوم ريال مدريد اونو يووي زيرو جول. على ذكر الملايين نرجع للأمور البنكية، 80 مليون يورو البطل، ما زالت ريالية. تعادل مانزوكيتش، يا سوبر يا ماريو، سمعني صوتك، سمعني صوتك، وريني ساقك، ما أحلى ساقك. كرة تسوق وتنساق، السيد العجوز بشبانها ورجالها لا تعرف معنى الاستسلام. كرينتوزو، هذا مانزوكيتش
هذا مانزوكيتش يا سادة يدخل بهذا الهدف أيضا التاريخ. مباراة تاريخية، مباراة تاريخية يا سادة، صفحت عن أوراقي، سأفتش في ذكرياتي، ولكن كرة الأروع ازدر وساق، كرة تنساق، جيبها من الشبكة، واحدة اثنين ربي معاك. اليوم يرجع 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 جولاتو كيراتي، سوبر راتي من سوبر ماريو، فانتاستيكا لا يوفنتوس. هدف التعادل، يلعب الكرة ديبالا، يمشي ديبالا ما يعديش، يطلب خطة ولمسة يد الألماني فيليكس قال العب، والكرة تلعب ثم تأتي ثم حقق من 59 الثنائية رونالدو بركلات الحظ. ترجع رونالدو في 83 كانوا سوبر فابوريتو، المرشحين الكبار على هامبورغ، عندهم 6 كامبيوني ديل موندو. زوب جنتيلي شريه كابريزاني يزيد الثاني، حط الكرة مش ممكن يسكو، يسكو يقرب كازيميرو باش يضرب، كازيميرو شاط كرة، كرة ما تقلقش اوت برا، ضربة مرمى لجيجي بوفون في ماتشو في دوري الابطال رقم 108. هذا هو البرازيلي كدفاعه ثم يحاول يضرب كرة خطيرة، يخرج جيجي بوفون. هدف كريستيانو رونالدو، 1-0 مدريد، والتعادل والأروع. اليوفي عمل مليح في تعادل سريع وكمباك سريع عن طريق الأكروبات مانزوكيتش. أسماء ومفاتيح اللعب، مفاتيح الفينال في فورما، هذا ما جعل الشوط الأول رائع، والشوط الثاني إن شاء الله موعودين بأن يكون أروع في انتظار روائع كرة أوروبا ودوري الأبطال. بوفون ما خسرش ولكن ما ربحش، كريستيانو مازال لم يتوج ملك لأوروبا ليضمن بالوندور جديدة. في ما هنا من الكادر الجميل لاستاد الألفية في كارديف، أنظاري راموس وحديثه مع مارسيلو من قبل كريستيانو رونالدو، واللعبة في نهاية كارديف في الشوط الثاني للحسم. الشوط كان ممتع، اليوفي كان فيه أخطر نسبيا كان أفضل، ولكن الريال سجل أهداف التقدم على طريق كريستيانو رونالدو، ثم تعادلت السيد العجوز بهدف ولا أروع، هدف فينومينال للرما بنزيما. كارفاخال، كارفاخال، مودريتش جاب بيديه، صد الحارس جيجي بوفون. هذه كرة ولا أروع، أول تسديدة على المرمى في الشوط الثاني الريال مدريد، تمشي كرة ملعوبة، إيسكو خطيرة، إيسكو لماذا لم يطلع للكرة بوفون؟ بوفون بقى يستنى، كانت كرة خطيرة لولا تألق بارسالي. أمامك فيدريكو بارسالي، شوف الكرة الأخيرة، وهنا ولد الدار جاريث بيل، أغلى لاعب في التاريخ قبل الركور مطاح من بول بوغبا. إلى كرة خطيرة، يمشي إيسكو، كم كانت قريبة، كم كانت قريبة. باولو ديبالا مس 37 كرة، شاد كرة، مازال ما صنعش الصبغة، يلعب الكرة مارسيلو حتالو، الله الله يا رونالدو يا قاهرهم، القاهر يقهر، وبوفون اللي قهر آلاف المهاجمين في مشواره يقهر رونالدو في خامس هدف ليه. تغطية لكن مازال مارسيلو، 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 كريم بنزيما، بنزيما حط الكرة خطيرة، الريال يضغط وكازيميرو جول، جول 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 جول، راتي 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 راتي، بيت 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 بيت، دور 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 دور، هذا بولتو يا كازيميرو، قلت لك تشم في هدف والهدف جاي، الله حي الثاني جاي، 2-1 لمدريد عن طريق كازيميرو. أمانة يا وحش اليوم ما عاونتهمش، أمانة يا كبير اليوم ما شلتهمش، اليوم بوفون خارج نطاق الخدمة، هذه تصد ولا تصد، بالنسبة لبوفون من 500 متر لازم يشدها يا حبيبي، كورة ممتازة، كورة نارية، كورة لولبية صاروخية إسبانية بجنسية برازيلية في الشباك الإيطالية، حتى الكورة مشات السامي. كوادرادو دخل بعد ما تخربت في 98 راهو بالالوان، في 2000 راهو بالالوان، في 2002 راهو بالالوان، في 14 راهو بالاتش دي، في 16 بالاتش دي، والثالث من كريستيانو رونالدو في الكاتر كي، الكي والري، الري رونالدو، الكرة الثالثة ونهوها، خطبوها، فجروا البوفون واليوفي، دوبليتا دي كريستيانو رونالدو، ثلاثة مدريد، ثلاثة.
حتى مدريد 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 واللي لعيد خمسة والخميس عليكم الليلة رونالدو يساهيكم خمسة والخميس عليكم كريستيانو الليلة يساهيكم ايش باش تشد يا بوبون تمشي له يمين يجيك يسار تتحرك يسار يتكلم من اليمين الله يا رونالدو يا البرتغيز واحدة واثنين مودريتش والخدعة والخداع والمباغتة والثالث ورونالدو رسميا هداف الشامبيونز ليج اعطني ومنحني حظ رونالدو وارميني في المحيط اعطيني زهرك يا رونالدو العب الزهر وارميني في البحار ساخر السلامات حتى لو لم اعرف السباحة ما والرابع مارسيلو مارسيلو والرابع رونالدو هاتريك او يا رونالدو يا هاتريك هاتريك في الربع على البايرن هاتريك في السيمي فاينل على فريق الجار يلعب كريستيانو 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 اي نهاية موسم اي اتفاقية تمت مع زيدان واقنعه انه لا يلعب ولا يلاعب ايبار ولا تنفعه اهداف تسعة فاينل سبعة هزايا يخرج باولو ديبالا اخر التغييرات يحضر بعد الإصابة جاريث بيل بنزيما حط كرة بنزيما ومارسيلو كرة عالية كرة عالية من البرازيلي مارسيلو ألفيش يلعب كرة خطيرة ومش ممكن كاد يكون الهدف الثاني من ساندرو كاد ساندرو يسجل الهدف الثاني ويفتح معركة ومعترك كارديف كانت فرصة كانت كورة رونالدو رجع لسرعة العادة يلعب الرابع مش ممكن الرابع كان قريب ترجع كورة كارفاخال لمسك يد لجراد بعد الغياب في 81 خسر فاينل الإسبانية هنا كورة للثنائي ألفيش والحارس 20 رونالدو 61 كازيميرو 64 رونالدو ردا كان اليوفي بتعادل مؤقت في 27 أجمل أهداف المباراة ممكن من مص كانت لقطة زايدة لقطة زايدة وانذار على كوادرادو انذار على كوادرادو والصفرة الثانية على إخوان كوادرادو بالتالي حمراء شوف الخبط بتاع راموس شوف النظرة سرق النظرة ماركو أسينسيو بديلي فرانشيسكو إيسكو مرة كتالونية في الأربع سنين المتتاليات شوف مارسيلو واللياقة البدنية المهارة والرباعية الرباعية الرباعية أسينسيو أسينسيو في الأسانسير يصعد لبيتر يطلع المصعد ويصعد بالريال إلى سكور تاريخي فانتاستيكو مدريد وغراندي مدريد ريال الشوط الثاني عجيب ورهيب ومثير وجميل مبدع وممتع في ليلة المؤانسة أربعة في ليلة الإبداع رباعية أسينسيو ياخذ نصيبه أي وداعية يا بوفون ثلاثة أهداف قبلها اليوفي في 12 مباراة اليوم في 90 دقيقة دفاع اليوفي فجره مدريد بأربع أهداف 4-1 مباراة النسيان ضربة كريستيانو شوف القوة في الروح القوة في المهارة القوة في الإصرار هذه هي الفوارق في اللياقة البدنية في دقيقة 90 يعمل انطلاقة نموذجية مارسيلو الشوط الثاني مارسيلو من عناصر الفرجة والانتصار في الشوط الأول شوف الأطراف ما تحركتش في الشوط الثاني زيدان يسيب عليهم كارفاخال وخاصة مارسيلو الأطراف تفتح دفاع اليوفي يفتح الريال في فتح كبير بالرباعية يحق مبروك للريال التاج مبروك لكريستيانو التتويج مبروك لزيدان الامتياز مبروك للجمهور المدريدي في كل مكان الكاس 12 النجمة 12 باش يدرك أقرب منافسي الميلان بسبعة بطولات زيدان والليجري ولحظة اعتراف الليجري شاهدنا زيدان شوفوا الكورة يا ناس تعلموا الكورة ما بعضنا يا ناس فرحة كبيرة لأهل مدريد لأهل مدريد الريال بكازيميرو ومن حضر حضروا في الشوط الثاني بينما الليجري بينما اليوبي بينما ديفالا لعبوا 45 دقيقة فقط في نهائي كارديف إذن هذه فرحة المدريدية
الريال ثنائية تاريخية لم تتحقق من 58-59. الليغا وكأس الأبطال، مشوار بطل، مشوار امتياز، هارد لك لليوبي. جمهور اليوبي يتحسر على الشوط الأول، ولكن في شوان لنفس التاريخ بنفس الرصيد، ريال غراندي مدريد سترفع عالية كأس أوروبا أم الودنين هنا في كارديف في الساعة 11:30 بالوقت الأوروبي بالضبط، يرفعها بالضبط سيرخيو راموس بعالم الأندلس، بعالم أندلسي وبقلب إسباني وبعشق مدريدي ولمجد ريالي. الريال يمتلك أوروبا.